نرجع لكم مشاهدينا، تحياتنا لكم اذا انضميتوا لنا. هلا تينا قد ايه بتروحي على السوبر ماركت؟ كيفك انت يعني العلاقه مع السوبر ماركت؟ انا بقول يا بتكون حب يا واحد، يا بتكون كثير قراب، يا اما ما بتحب التجربه ابدا. هلا انا صراحه مش من الاشخاص اللي بحبوا يروحوا على السوبر ماركت، بتعرفي لما شيء يصير واجب بالحياه بطلت يكون عندك لذه شوي، بس فيني اعطي اكسبشن لانه بالفعل هلا اليوم نحن حابين نحكي عن سبينيز وسوبر ماركت سبينيز بلبنان، وفي فرع وثاقبت قبل ما انطلب منا نحكي عن سبينيز اليوم، زرته انا وهو بفتكر اجد فرع لسبينيز باليسار. بالفعل ات از ان اميزنج اكسبيرينس للاشخاص اللي ما بحبوا سوبر ماركت، بنصحهم يطلعوا على سبينيز اليسار. هلا كل فروع سبينيز مميزه، وبعرف في عده فروع بعده مناطق لبنانيه، في فرع حد بيتي انا بالحازميه، وانا من مثلك يعني ما كنت كثير حب مشوار على السوبر ماركت، ولكن بعد ما زرت سبينيز هلا الشغله الوحيده بس بدك وقت طويل، لانه بس تفوتي على السوبر ماركت ولما بكون بهالضخامه وبهالفخامه وبهالمستوى، عم نحكي من الديكور من الاشياء اللي ممكن تلاقيها مش موجوده بغير اماكن، عن جد بتتطلب وقت وبتلاقي كل شيء انت بحاجه له بجو كثير ممتع ومريح وسهل التنقل من مكان لاخر داخل هلا الحلو بفرع اللي صاروا اولا كثير كبير، يعني مساحه كثير كبيره، فبتحسي اولا كثير مرتاحه مش انه الكتف، يعني في سوبر ماركت بتفوتي يعني الكتف على الكتف الترولي انجا بتقطع بالايل، بهيدا الفرع ابدا ذس از نوت ذا كيس. كثير حبيت البرادات الجبنه واللبنه، عاده بالسوبر ماركت البرادات بيكونوا مفتوحين صحيح بتجلدي لما تقطع صحيح فوق كلهم مسكرين كثير كبار وكله يعني بتتنقلي بسهوله وبتنقلي بدك اياه على رواق بدون ما تتاثري، في كثير اشياء نختار منها، يعني حتى محل زهور، في مطاعم اللي بحب السوشي كمان بيقدر، حتى اللي مش حابب يعمل شوبينج في يتوجه على سبينيز اليسار تياكل سوشي طازه كمان غير الماكولات الطازه بنلاقيها بس بسبينيز. محل زهور كثير حلو يكون في محل زهور بسوبر ماركت، يعني ايامات الواحد بيكون فايت بس تجيب اغراض للبيت بس بيستحلي كمان شيء يجمل البيت، في مواد غذائيه وماكولات بس بنلاقيها بسبينيز بيستوردوها من الخارج خصيصا لالون، هذا سبب اخر كمان تنتوجه على هالفروع، في كمان قصص او اشياء واغراض للتجميل، مستحضرات تجميل على كافه انواعها، فريش بيستريز حلويات على انواعها، حتى الخبز بيخبزوا طازه بقلب السبينيز، وهيك الواحد في ينقي الخبز اللي بده اياه، وفي قسم كثير انا بيهمني شخصيا هو البتس، اذا الواحد عنده حيوانات بالبيت قسم خاص للحيوانات الاليفه وكثير كبير، وصار في كثير ديفرنت براندز، لانه بنعرف لما ماكولات وبسينات وكلاب محدوده شوي بلبنان، ولكن بسبينيز اللي صار شفت في براندز جديده ما كنت شايفتها قبل بالسوق. بتعرفي شغله بعتلهمها لما اتوجه على السوبر ماركت؟ الباركينج، باركينج هون ما بنعتلهم ابدا، باركينج كثير كبير، ثلاث طوابق بتصور تحت الارض بهالفرع، فما بنعتلهم ابدا، و150 موظف جاهزين تيلبوا كل طلباتنا، مساحه كثير واسعه على اكثر من 7000 متر مربع، والديكور اكيد مذهل، رح تضيعوا رح تنسوا انتم وين، ورح يمرق الوقت من دون ما تحسوا. خلينا نعطي المشاهدين فكره بالصوره من خلال هالفيديو على فرع سبينيز الجديد باليسار. Ba-d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 a-
جولة سريعة داخل فرع سبينيز الجديد بأليسار، شفنا كمان أدوات منزلية كأنه. وقديه متحمسه كانت ليه عم تعمل الجوله. وضروري نذكر انه في ماركت سبينيز مجموعه كبيره من المنتجات الخاصه باسم سبينيز واكيد باسعار مدروسه، فاللي حابب يوفر كمان يختار ماركت سبينيز لانه موثوق فيها. وشغله كمان مهمه رولا، انه حلو الواحد يروح على السوبر ماركت ويلاقي كل اغراضه، مشوار واحد مشوار واحد. نحن اللبنانيين شوي نيقه بالخضره والفواكه، عاده دائما بنحب نروح عند الخضرجي اللي معودين عليه، ولكن بدي اقول شغله انه بسبينيز القسم الخضره والفواكه تبعهم اصلا الشكل بشهي توب فعلا. يعني ان كانت النوعيه او حتى الفرايتي من الخضره والفواكه، وكمان في كثير اشياء مستورده يعني ما بنلاقيها بلبنان. وشفنا مجموعه كبيره من المشروبات كمان من لبنان والخارج مستورده، والكحول كمان. اكيد على انواعها، يعني مثل ما قلنا مشوار واحد كل مستلزماتكم للبيت. ومنه بعيد الفرع، يعني اليسار الواحد بيوصل على انطلياس اذا جاي من بيروت او غير منطقه، و5 10 مينتس بيصير فوق على الطريق العام بين المطيلب ومزرعه يشوع. واذا لقيتوا حالكم الوقت متاخر ومسكر الفرع، في فرع دبي بيفتح 24 على 24 حسب ما خبرونا على اوتوستراد دبي، كمان فرع كثير كبير وحديث، بتلاقوا كل مستلزمات. حلو فكره تروحي بالليل، اوقات بالليل متاخر بتلاقي بيجي على بالك شيء. واكيد ما في ناس، يعني بتكوني اكيد ما راح يكون في عجقه بالسوبر ماركت بهالوقت. فإذن هيدي كانت جولتنا مشاهدينا على فرع سبينيز الجديد، كل شيء ممكن يخطر على بالكم بحاجه له لاغراض البيت والمأكولات بتلاقوه بهالفرع وغير فروع سبينيز. ثانك يو تينا وهابي شوبينج. يس هابي شوبينج، بنشوفك نكست تايم بسبينيز الله راد، ونشوفكم بعد هالوقفه القصيره مشاهدينا، خليكم برفقتنا.